بركة الله متابعي القناة قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والافتتاحية لكم ولجميع اصدقاء القناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، ولله الحمد. بعد فصل حار وفصل صيف وفصل اللي عرفنا ارتفاع درجة الحرارة، الحمد لله ابواب الخريف وايام الخريف كنشوفوها كنشوفوا البوادي ديالها اصدقاء القناة. امطار الخير في هذه اللحظات على كتهطل على اقليمي تازة متابع القناة، فدائما نقولها اللهم اسقينا غيثا اصدقاء قناة شوتي. فنتمنوا دائما الخير السلامة والعافية للجميع، وما عسانا ان نقول دائما اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. نتمنوا الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع، وتحية لجميع اصدقاء القناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. هذه هي الأجواء بتازة وأمطار الخير في هذا الأثناء، فتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة الشوف تي في. نتمنى دائما الخير والسلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة، فتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في، تحية لجميع أصدقاء القناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. هذه الأجواء بتازة مع هذه الأمطار ديال الخير، ولله الحمد أصدقاء القناة، قناة شوف تي في، تحية لكم وللجميع. فصل الخريف اصدقاء القناه ونحن على الابواب ديالو متابعينا، فنتمنوا دائما الاجواء، نتمنى دائما امطار على قد النفع كما كنقولوا، نتمنى دائما امطار اللي ما تكونش هنا غادي نبداو نهضروا على البنيه التحتيه وعلى دور المسؤولين في البنيه التحتيه. فشفنا مجموعه من الجماعات ومجموعه من الضوابط حتى المجال الحضري، شفنا بنيه تحتيه للامطار عرات العيوب ديالها اصدقاء قناه شفتي، وهذه رساله للمسؤولين. شفنا استحقاقات 8 شتنبر، وقبل استحقاقات شفنا برامج انتخابيه وسمعنا على برامج انتخابيه، تحسين الوضعيات سوق الشغل حتى البنيه التحتيه، شفنا برامج كيهضروا على البنيه التحتيه. لكن نتمنوا دائما املين من الله ان التطبيق يكون، ونتمنى ان شاء الله انطلاقه نوعيه او انطلاقه حصريه لجميع عملات الاقليم وجميع ولايات الاقليم، انطلاقه للمساهمه في التنميه والاخذ قدما بعجله التنميه في ربوع المملكه المغربيه. دائما نقولها امطار الخير كتعري على الواقع ديال البنيه التحتيه في مجموعه من المدن بربوع المملكه المغربيه. عشنا حتى في تازه السنه الفارطه او الموسم الفارط لا جماعات تازه ولا حتى المجال الحضري، شفنا مجموعه من العيوب في البنيه التحتيه اصدقاء القناه، قناه شوف تي في، نقولها على المسؤول خصوصا بعد استحقاقات من مشتنبر انه ياخذ بعين الاعتبار تازه والبنيه التحتيه بتازه اصدقاء القناه. فدائما نقولها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه، ونتمنى دائما الخير السلامه والعافيه للجميع. هذه الاجواء بعد يوم كان حار ويوم مشمس، الحمد لله امطار الخير اصدقاء القناه في هذا الاثناء على ربوع الاقليم، ولله الحمد. فدائما نقولها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه، وتحيه للجميع جميع اصدقاء القناه لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، نتمنى الخير السلامه والعافيه للجميع. الامطار تبشر دائما بالخير، وامطار كترجع بالنفع على المحصول الفلاحي اصدقاء القناه، ودائما نقولها محصول فلاحي اي غادي يكون ان شاء الله بالايجابي باذن الله، وحتى الفلاح كيكون ناشط كما كنقول، الفلاح كيكون ناشط ملي كيشوف امطار الخير ملي كتجي في وقتها متبع قناه شفتي. والموسم الفارط شفنا امطار كانت اكثر من رائعه متبع قناه شفتي، الحمد لله الخيرات الخيرات الخيرات، رغم تضرر البنيه التحتيه او رغم احنا دابا منتوش فلاحي كيكون في المستوى، لكن كيبان الغش ديال المسؤول اصدقاء قناه شوف تي في. لا اله الا الله محمد رسول الله، كنشوفوا داك الامطار والتساقطات
جرايا المياه، جرايا الوديان والسيول، وكنشوفوا داك الخيرات، لكن كنقولوا واش البنية التحتية راها في المستوى، او كاينه بنية تحتية اللي غا محطوطة. شحال من الجماعات كنشوفوا بنية تحتية غا محطوطة، كتجي امطار الخير كتعري داك الواقع اصدقاء القناة، وكتعري المستور كما نقول. فنتمنى دائما الخير، السلامة والعافية للجميع، وهذه الاجواء مباشرة ممتازة. نتمنى دائما الخير، السلامة والعافية لجميع أصدقاء القناة، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. وتحية لكم من هذا المنبر، منبر شوف تي في. تازة وفصل الشتاء، متابع القناة جو أكثر من رائع، خصوصا أن المدينة مدينة جبلية، ومدينة كتنعم بجو ديالها بارد، لكن كيكون جو اقولها اكثر من رائع. متابعي قناة شوزي، فندعوكم الى زيارة مدينة تازة فصل الشتاء. اقولها لكم، ما غتندموش عند زيارة هذه المدينة الجميلة والرائعة. وتحية للجميع، جميع اصدقاء القناة، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. نتمنى الخير والسلامة والعافية للجميع، ومع سنة دائما نقول اللهم ارفع عنا البلاء الوباء من ربوع المملكة المغربية. وتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. هذه هي المدينة أصدقاء القناة، هذه هي تازة فصل الشتاء. كانت أمطار قوية، لكن ولله الحمد سحابة عابرة، ولله الحمد. فدائما نقولها، اللهم اسقنا غيث، الله يعطينا الشتاء على قد النفع، وكما كنقولوا على قد البنية التحتية ديالنا. نتمنى من المسؤول توصلوا الرسالة ديالنا باش ياخذ بالاعتبار حتى البنية التحتية. متابعي قناة شوف تي في، نشكركم على التواصل ديالكم معنا، وغنلتقوا بعد قليل في بث مباشر آخر مباشرة من تازة مع بطل، اقولها بطل، كان بطل العالم، وقبل ما يشارك بطولة العالم انه مشى بطريقة غير شرعية. متابعي قناة شوف تي في، استودعكم الله والى اللقاء.